السلام عليكم ورحمة الله، حياكم الله مشاهدينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم معنا في هذا اللقاء الخاص والذي سنخصصه للحديث عن الجهود العربية لنصرة القدس والأقصى في ظل كل هذه التطورات التي تمر في منطقتنا وهذا الإقليم الملتهب، وما لاحظناه خلال الأيام والأسابيع الماضية من عودة القضية الفلسطينية إلى الواجهة وإلى الصدارة، بعد أن كنا دائما ما نستمع فقط في الأخبار ونشرات الإخبارية في كل القنوات ربما الإخبارية العربية عن أخبار حرب الإرهاب وحرب داعش وغيرها. الآن عادت القضية الفلسطينية إلى مكانها الطبيعي ربما، وهي القضية المركزية في منطقتنا. سنحاول أن نتحدث عن كل ما يقوم به الشباب العربي من جهود شعبية في مختلف المنظمات في داخل دولهم، وكذلك الجهود المشتركة لنصرة القدس وأهل القدس من مقدسيين، تثبيتهم في ما يقوم به من رباط خلال هذه الأيام إزاء كل هذه الانتهاكات المستمرة من الجانب الصهيوني. وكان هناك مؤتمر عقد في البحر الميت وما زال ربما خلال هذه الأيام، بكرة يمكن يكون الاختتام في هذا المؤتمر، مؤتمر الشبابي من أجل القدس. سنتحدث عن أبرز محاور هذا المؤتمر، المخرجات المتوقعة بناء على كل المؤشرات التي كانت خلال هذه الأيام. سنتحدث مع ضيوف أعزاء، ضيوف علينا هنا في قناة اليرموك وكذلك في وطننا في أردننا العزيز، واسمحوا لي أن أرحب بضيوفي الذين سأتشرف بمصاحبتهم في هذه الحلقة. ونبتدأ مع الأخ عبد الرحمن الفيلكاوي، رئيس رابطة شباب لأجل القدس في الكويت. حياك الله أخ عبد الرحمن، وأهلا وسهلا فيك. حياكم الله، وسهلا فيكم. حياك الله. والأخ عبد الله التركي، وهو مشارك أيضا في مؤتمر القدس من المملكة العربية السعودية. حياك الله عبد الله. حياكم الله صديق كريم، أهلا وسهلا فيك. ومحمد زهرة، مشارك أيضا في مؤتمر القدس من لبنان الشقيق. حياك الله محمد. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيكم إذا ضيوفنا الأعزاء، واسمحوا لي أن نبدأ هذا الحوار إذا بعد فاصل قصير ونبتدأ محاورنا، فتفضلوا مشاهدينا الكرام بالبقاء معنا. حياكم الله إذن مشاهدينا من جديد، وحديثنا اليوم سينصب وكالعادة من خلال ما نسلط عليه الأضواء من محاور في قناة اليرموك ملف القدس والأقصى، له الصدارة وله كل الأهمية والاهتمام. ونبدأ بحوارنا مع الضيوف الأكارم، يعني أخ عبد الله، ربما مؤتمر القدس الشبابي الآن في الأردن، تحدثنا بداية لماذا المؤتمر الآن، ما هي الدوافع التي جعلتكم تقيموا هذا المؤتمر في الأردن، وأبرز يعني المحاور وما تم تداوله والذي جعل الشباب كلهم يعني أتون للأردن للحديث عن شؤون القدس والأقصى. نعم، بداية بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. نشكر قناة اليرموك على استضافتنا في هذا على غرار هذا الملتقى لأجل القدس. حقيقة قضية القدس كما تفضلت هي قضية مركزية وقضية مهمة جدا كإسلامية وعربية أيضا، ولو جئنا أيضا في جانب الإنساني فهي أيضا قضية إنسانية مهمة جدا في انتهاك نقول حقوق الإنسان بشكل كبير هناك من ناحية المنازل والمقدسات وأمور كثيرة. لماذا أقمنا هذا الملتقى نقول في هذا الوقت؟ ولا يعني المفروض تكون هناك الملتقيات أو العمل ليس في هذا الوقت، المفروض يكون مستمر على طول يعني. جميل. حقيقة ساءنا ما حصل في المسجد الأقصى خلال الأيام السابقة من انتهاكات واقتحامات، ثم بدأ نقول الكيان الغاصب بمشروع التقسيم الزماني والتقسيم المكاني، فكان هذا لابد له من وقفة جادة. جميل. ومتجددة للعمل في هذا. هل سبق يعني كان هنالك ملتقيات أخرى، ولا هذا أول ملتقى من هذه الثلة من الشباب العربي؟ لا طبعا كان في ملتقيات ويعني تجمعات مختلفة. نعم. في عدة أماكن في عدة دول من عدة فرق.
حقيقة الاجتماع من عدة دول ما هذا يعطي طابع نقول في العمل منتشر ومتنوع. جميل. كم دولة تقريبا المشاركين؟ والله أكثر من 25 دولة. 25 دولة، إذن يعني دول عربية وإسلامية كذا. نعم صح. وأوروبية أيضا. وأوروبية. نعم، معنا من إيطاليا، من النمسا، معنا أيضا من بلجيكا. من بلجيكا. جميل جدا، يعني أوروبا أيضا يمكن هذه لفتة راح نركز عليها من التعويل دائما على الأحرار بغض النظر يعني في أي مكان هم. يعني تحكي لنا عبد الله يعني خلال اللقاء يعني عندما بدأ هذا الملتقى، كيف شفت نفسيات الشباب وخاصة أنهم كانوا يتابعوا انتهاكات مستمرة كان فيها اعتداءات على الحرمات، اعتداءات على المرابطين، حرق للمسجد لأول مرة، إغلاق المسجد لإشعار آخر كما كان بقرار من نتنياهو، يعني كيف كانت الأصداء الشباب العربي وكيف كانت متابعتهم ما قبل يعني اللقاء في الأردن؟ بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله. أستاذ الكريم، أولا من دواعي هذا اللقاء كما ذكر الأخ عبد الرحمن، من إضافة إلى ما ذكر أن يجب أن يشعر الصهاينة بردة فعل شعبية وعربية وإسلامية، ونذكر مقولة جولدا مائير يعني في بعد حرق الأقصى، أحسنت، يعني تقول كانت تخشى أن تسقط دولة إسرائيل في ذلك اليوم، تتوقع أن الجيوش العربية تكون بالقدس. تماما أحسنت صدقت، وتقول أنه كان يكون أسوأ يوم في حياتها، تفاجأت بالصباح أنها هو أسعد يوم في حياتها لأنه لم يكن ردة فعل من المسلمين والعرب. فإذا من أول دواعي إقامة مثل هذا الملتقى أن يشعر الصهاينة والمتصهين ومن نحى نحوهم أن هناك ردة فعل عربية وشعبية وإسلامية نحو هذا الفعل من الصهاينة عليهم من الله ما يستحقون. هذا أول الأمر. الأمر الآخر، لا شك أن جهود ما شاء الله العرب والمسلمين شعوبا وحكومات مشكورا وإن كان يحتاج المزيد. الشعوب العربية امتلأت صفحات التواصل الاجتماعي بالتضامن مع الأخوة المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك، وهناك شعور مؤلم، ويعني خصوصا كما ذكرت أن هذه لأول مرة يغلق ولإشعار آخر حتى ما في كان موعد لفتحه، ولكن فتح المسجد الأقصى أمام المرابطين والمرابطات بضغط فتح من قبل الصهاينة بضغط المرابطين والمرابطات والشعوب العربية والمسلمة التي انتفضت نحو هذا الأمر. جميل جدا. يعني أيضا هنا محمد، يمكن في كثير خلال الفترة الماضية يعني ما يعرف بالربيع العربي يمكن أحدث لنا بعض الخلافات، يعني كان هنالك آراء مختلفة ما بين الشباب العربي في الدول وفي يعني في نفس الدولة أو في مجمل الدول العربية، لكن دائما القضية الفلسطينية التي توحد الجميع، توحد الوطن العربي وكل الشباب العربي، لا خلاف على قدسية هذه القضية وعلى أهميتها. تحكي لنا عن يعني برأيك مكان القدس في نفوس الشباب العربي سواء في لبنان أو من خلال لقاءاتك مع الشباب العربي، هل هي يعني لديها المكانة ما زالت موجودة؟ يعني بصراحة نحكي يعني يمكن أيضا المشاهدين عارفين يعني الشباب عنده كثير اهتمامات شخصية بالدراسة والعمل والزواج وغيره، وكذلك الحال اهتمامات سياسية فيما يتعلق بملفات إصلاحية في الأوطان، لكن القدس أين مكانها في قلوب وتفكير الشباب العربي؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه من والاه. كما تفضلت، مكانة الأقصى أو بيت المقدس أو قضية فلسطين بالعموم بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين هي قضية عقائدية قبل أن تكون هي قضية إنسانية. هي طبعا قضية إنسانية وقضية وطنية وقضية يعني شعبوية، لكنها بالأساس هي قضية عقائدية بالنسبة لنا، بمعنى أننا نحن عندما نخدم هذه القضية وندافع عن هذه القضية ونترك بيوتنا وأولادنا من أجل هذه القضية، نحن نتقرب إلى الله تبارك وتعالى بهذه القضية. جميل. ونتعبد إلى الله تبارك وتعالى بهذه القضية. لذلك المسلمون عندما خسروا الأقصى أو القدس خسروا صدارة العالم. أعجبتني اليوم في إحدى المحاضرات اليوم في الملتقى الدكتور طالب أبو عواد جزاه الله خيرا تكلم، قال بأن البيت الحرام هو بيت الأمن وبيت المقدس هو بيت الغلبة، على أن من يسيطر على بيت المقدس يسيطر على العالم تاريخيا. بمعنى خلينا يعني نشرحه أكثر، من حكم بيت المقدس حكم الأرض، ومن حكم الأرض يعني ومن حكم بيت المقدس سيطر على القلب، ومن سيطر على القلب سيطر على الجسد. يا سلام. لأن الأمة الإسلامية كلها هي جسد، لكن قلب الأمة هو الأقصى وقلب الأمة هو القدس. لذلك كما ذكرت
الله تبارك وتعالى في سورة الإسراء قال وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. ونحن طبعا في عقيدتنا وفي خلفيتنا الإسلامية والشرعية والفكرية الذي دخله أول مرة هو فاروق الأمة عمر بن الخطاب، أي كما دخله هذا الجيل أصحاب هذه العقيدة، هذا الفكر الواضح، هذا النهج النير سوف يدخله بإذن الله تبارك وتعالى الامتداد لها. الامتداد طبعا جميل. لذلك نحن عندما نرى في الملتقى أكثر من 25 دولة مشاركين في مثل هذه الملتقى، ما هو الذي جمعهم؟ طبعا جمعتهم القضية وبيت المقدس والذي يحصل في المسجد الأقصى، لكن الذي جمعهم سابقا وقبل كل ذلك هو شهادة أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، لأن المسجد الأقصى بالنسبة لنا نحن معشر المسلمين هي قضية عقائدية مبدئية. جميل. وسطرها ربنا سبحانه الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. جميل جميل جدا. يعني هنا يعني عبد الرحمن عند بداية هذا الملتقى تحكي لنا، يعني توضح لنا للناس والمشاهدين سواء في الأردن أو في الضفة وغزة وباقي الأقطار العربية، يعني ما الجديد في هذا الملتقى؟ يعني احنا بنسمع دائما أنه ملتقيات سواء من أجل القدس أو من أجل مواضيع كثيرة مهمة، لكن بالنهاية ما بنشوف شيء عملي يترجم على أرض الواقع أو يعني مخرجات يتمسك بها المشاركون وينفذونها على أرض الواقع ونلمس نتائجها. شو الجديد في الملتقى القدس الشبابي في الأردن هذه المرة؟ حقيقة من الشيء الجديد والمتكرر الجديد أن أكثر من نقول 95% من المشاركين شباب. جميل. ودائما نبض الأمة ونبض العمل هو الشباب. فهذا رقم واحد نقوله، ما يكون حضور مجرد شباب، مجرد التقاء الشباب في مكان واحد هذا إنجاز. صح؟ هذا إنجاز. ولما يأتي الشاب هو للعمل بدافع من نفسه هو يعني فارتقى بالعمل. أما الشيء الآخر أيضا جديد هنا في الأردن حقيقة مشكورة دولة وشعبا وأيضا منظمين، كان عندنا رحلات الميدانية أو رحلات العملية التي يعني نلتمس فيها الواقع والثقافة. يعني أعطيك مثال بسيط، كان من ضمن البرنامج رحلات في قلعة عجلون ولا في قلعة الكرك وخط السير فتح العمري أو الفتح الصلاحي. جميل. فنلتمس الفتح السابق لنبني الفتح القادم. جميل جدا. في أرض الحشد والرباط. في أرض الحشد والرباط، وأيضا يعني نلتمسه يعني مشاهدة في العين وأيضا في القلب وحتى في الملمس. كان بعض الشباب يعني يلمس الحجر، حجر نقول مثلا قلعة عجلون وإحنا في القلعة نلمس الحجر فنقول سبحان الله لها حس آخر. يا سلام. يعني غير الشعور. جميل اسمعها منك، لانه يمكن الاردني يعني او حتى العجلوني يمكن ما ما بيقدر قيمه هذه القلعه وهذا الارث التاريخي وزي ما حكيت المسار اللي كان مسار الفتح العمري من خلال هذه الارض المباركه. نعم. وايضا عندما ذهبنا الى قلعه الكرك وحجمها الضخم الهائل وفي موقع يعني احنا نسمع ونشاهدها مثلا من خلال شاشات التلفاز وكذا، لكن لما كنا في في في, في موقعها ونشاهد الوديان يعني السحيقة حواليها وبالقرب من أرض معركة مؤتة. نعم. طلب معركة مؤتة، ذهبنا إلى معركة مؤتة يعني عشنا المعركة ومكانها، لكن مثلا على قلعة الكرك كيف استطاع المسلمون أن يعني يحرروا يعني هذه القلعة الحصينة جدا خلال فترة؟ ما الدافع؟ كيف استطاعوا؟ كيف كيف كيف؟ هذا غير شعور نقول الوجداني، هناك شعور جميل. يعني لا يوصف. جميل. عبد الله اذا عندك تعليق حسيت ممكن تفضل. حقيقه الجديد في وجود الملتقى في الاردن امر كبير، كون ان الاردن هي الوصي الشرعي على المقدسات. نعم. في نعم. القدس، وهذا امر مهم جدا يعطي لها طابعيه ولها خصوصيه في هذا الملتقى. ايضا بالاضافه ان كل ما في الاردن يذكرنا بالقدس. جميل. حقيقه احنا كان يعني الملتقى على منطقه البحر الميت، نرى رأي العين أنوار فلسطين، نرى رأي العين أنوار أريحة وغيرها، فكل ما في الأردن يذكرنا بالقدس وفلسطين شمالا. نعم. وجنوبا. جنوبا كان في حريق كان في القدس قبل أيام بفيديو. نعم. وظهرت فيه أبراج دوار الثالث، هي معروفة يمكن. نعم. شفتوها في قلب عمان، يعني وهم في قلب القدس تظهر. نعم. هذه الأبراج لقرب يعني المساحة الجغرافية والقلبية كذلك. صدق. كذلك حال. صدق. يعني نعم. إذا في عندك تعليق أيضا محمد. نعم. يمكن. نعم. فضل. أخي الحبيب أنا من لبنان. ذهبت أكثر من مرة على الحدود اللبنانية التي تطل على فلسطين المحتلة، لكن لم أكن أتوقع في يوم من الأيام
أن يكون بيني وبين الصهاينة أقل من 10 أمتار في المغطس، أقل من 10 أمتار. لم أصف يمكن شفت العلم الإسرائيلي، لم أكن أتوقع. والجنود الصهاينة كذلك. نعم، لكن الذي يميز فعلا هذا المؤلم بالجانب الآخر. نعم صدق، صدق. نعم. الذي يميز فعلا هذه الرحلة، أنا شاركت في ملتقيات سابقة وفي أكثر من بلد، لكن هذا الملتقى له طعم آخر، طعم ارتبط بالصحابة الكرام من غزوة مؤتة الذين قدموا أكثر من 4000 شهيد في هذه معركة اليرموك. وعندما ذهبنا إلى مؤتة وذهبنا لزيارة قبر الصحابي الجليل جعفر بن أبي طالب وزيد بن حارثة ومقام عبد الله بن رواحة، أشعر كأني أسير على أرض تبللت بالدماء حتى أصبح للمسلمون عزة، وكانت منها طريق فتح بيت المقدس. صحيح. يعني عندما تشاهد مثلا قضية اليرموك وهذه الجبال الشاهقة وهذا العقل الرباني الذي كان يسيطر على سيف الله المسلول خالد بن الوليد، كيف دمر البيزنطيين والروم وكانت هناك نصر حاسم. عندما ذهبنا إلى قلعة صلاح الدين في عجلون وقلعة الكرك، ما هذا العقل الاستراتيجي المفكر الرباني الكبير عند صلاح الدين الذي أخذ هذه المناطق الاستراتيجية التي تكشف على كل فلسطين، هذه المناطق الشاهقة، لا يستطيع أحد أن يدخل إلى هذه القلاع، يعني حتى أقل القليل، بمعنى يعني شاهدنا كيف ابتكروا قضية مجاري المياه حتى لا يستطيع أحد أن يدخل عندهم، كيف التخطيط الاستراتيجي. نعم. كيف أنهم يصوبون السهام على أعدائهم ولا يستطيع أعدائهم أن يدخلوا السهام إليهم مرة ثانية. يعني فعلا رحلة. نعم. جميلة جدا. جميل. لها من الآثار ما لم نقرأه في الكتب، يمكن تقرأ معركة اليرموك في الكتب. صحيح. لكن تشاهدها على أرض الواقع وتعينها. جميل. عيانا، هذا له طعم. أنا أرجع لك عبد الله ولباقي الأخوة، رح نستمر بحوارنا لكن اسمحوا لي بفاصل قصير ونواصل هذا الحوار. إذن المشاهدين الكرام، فاصل قصير ونواصل حوارنا مع أشقائنا وضيوفنا العرب الأعزاء، فابقوا معنا. حياكم الله مشاهدينا الكرام وأهلا بكم معنا من جديد، وحديثنا عن الملتقى القدس الشبابي الذي عقد في الأردن وما زالت جلساته إلى يمكن بكرة الختام، ونتحدث عن ملف القدس وملف الأقصى بشكل عام واهتمام العرب والجهود العربية خاصة الشعبية وخاصة الشبابية لنصرة القدس والأقصى. وضيوفنا عبد الله وعبد الرحمن ومحمد من الكويت والسعودية ولبنان، أهلا وسهلا فيكم مرة ثانية. يعني نعود للحوار، يعني عبد الرحمن، يعني بداية احنا يمكن ما ذكرنا المنظمين، يا ريت نوضح منظمين هذا المؤتمر والسبب الرئيسي اللي جعل كل هذول الشباب من 25 دولة انه يأتوا الى الأردن. يعني ما هو الذي جاء بكم الآن الى الأردن؟ لماذا جئتم على وجه التحديد يعني خطوط عريضة خلينا نحكي؟ نعم، بداية صح نسينا نذكر المنظمين في البداية، نشكرهم. بداية نشكر نقابة المهندسين الأردنية على تنظيم هذا الملتقى بالتعاون مع ملتقى القدس الثقافي، أيضا مشكور وعمل نقول غاية في الجمال وغاية في الروعة والإبداع في هذا المجال، لأن كثير من نقول الفرق يعني المجموعات الشبابية التي تعمل للقدس لها مميزات، وما يميز الأردن هو نقول حرفية الزائدة أو نقول كيف الإبداع، دائما تجد الإبداع من الأردن، ومشاركة عدة فرق منهم جمعية شباب دجل القدس وغيرهم أيضا. أبرز ما جئتوا لأجله يعني في هذا المؤتمر، تتوقعوا أنه بعد انتهاء يعني يعني هذا المؤتمر أنه يكون في مخرجات معينة، توقعات يعني لغاية المؤتمر لم ينتهي بعد؟ نعم، حقيقة من أبرز ما جئنا لأجله هو الشعار. الشعار الملتقى حرر خطاك تحرر القدس. جميل. حرر خطاك حرر
يعني بداية أطلق عقلك تفكير القضية، غير التفكير، أخرج خارج الصندوق كما يقولون، حرر خطاك للعمل، لا تتقيد نقول بروتين أو بما يعني هو مرسوم يعني من قبل أي كتاب، من قبل أي كذا. حرر خطاه كما حرر مثلا صلاح الدين خطاه وحرر قلعة الكرك وبنى قلعة عجلون. حرر خطاه كما حرر المسلمون سيدنا عمر بن الخطاب وأبو عبيدة وخالد بن الوليد رضوان الله عليهم، خطاهم من الجزيرة إلى الشام، يعني كانوا في غزو الروم وكذا. حرر خطاه يعني أطلق نفسك لهذا المقدس، لهذا المسجد المسلوب الذي يعني عانى ولا زال يعاني وتعب من هذا. جميل. يعني أنا هنا بنفس هذا الشعار حرر خطاك عبد الله، يعني يمكن حتى يكون أيضا المشاهدين الآن اللي بيتابعونا المواطن العربي العادي، يعني هل له دور لدعم القدس، لدعم الأقصى، ولا يعني كل ما يتم من حراكات ومن جهود لدعم الأقصى هو حراك نخبوي فقط؟ نعم. هل في دور للمواطن العادي؟ واضح انه عبد الرحمن ركز انه حرر خطاك يخاطب فيها الشخص الفرد الان في منزله، في بيته. نعم. في عمله، في مدرسته، في جامعته. يا ريت نعمم هذه الفكره، نوضحها، ما هو يعني الان اي شاب يشاهدنا ويتابعنا كيف ممكن انه يدعم القدس ويدعم الأقصى؟ نعم. اولا احنا نقول ان ما فقد هذا المسجد الأقصى إلا لما ابتعد شباب الأمة عن مسرى نبيهم صلى الله عليه وسلم. والقدس نعلم أنه بوصلة الأمة، متى ما اختلت هذه البوصلة، متى ما ابتعدت عن منهج ربها سيفقد المسجد الأقصى حتما. فنحن نريد أن نعيد البوصلة إلى مسارها الصحيح. جميل. ونحن نريد أن يعود الشباب العربي الذي قد يكون انشغل نوعا ما بالماديات وبما يروج له كثيرا من خلال الفضائيات الهابطة. لا شك أن الشباب العربي يحتاج إلى إعادة بوصلة وإعادة فكر ونظر لقضيته المهمة. جميل. حرر خطاك، ولا بد أن تعمل لأجل هذا المسجد الأقصى المبارك. إن لم تعمل لأجله فقد يسلب منك، وكما هو الحال في وقتنا الحالي. سؤالك أستاذي الكريم، لما ذكرت أن من يعمل للمسجد الأقصى هل هو عمل نخبوي؟ بلا شك أن العمل لأجل القدس يشمل الكبير والصغير. نعلم أنه كان في عهد صلاح الدين من كان ينقع الورد ليغسل بماء الورد المسجد الأقصى بعد تدنيس اليهود له، بعد تدنيس عفوا الصليبيين له. كل مواطن عربي، كل مسلم حتى وإن لم يكن عربيا يحتاج أن يعمل لأجل الأقصى، يحتاج يعمل لأجل القدس، فهو عمل ليس نخبويا، كل في مجاله. والقدس تحتاج كل المجالات. كان من جيش صلاح الدين من هو عوام يحمل الرسائل وهو عوام يعني تحت الماء يغطس. نعم بالطبع. فكل الأقصى محتاج لكل الجهود. يعني أنا بدي تحكي لي أبرز الرسائل اللي أنتوا يعني قدمتوا من أجلها، يعني هل كان في رسائل حابين توصلوها لجهات معينة، سواء يعني رح نحكي بالنهاية عن الرسائل الموجهة للشباب بشكل عام، لكن نعم. هل من رسائل أخرى تودوا إيصالها من خلال عقد هذا المؤتمر؟ ابتدينا بالرسالة للجانب الصهيوني. نعم. إنه إحنا صاحيين وعندنا رد فعل. نعم. يعني ما هي أبرز الرسائل الأخرى يعني برأيك؟ هناك رسائل أخرى لعموم المجتمع المسلم. جميل. يعني نحتاج إعادة توعية وإعادة نظر لما حصل في المسجد الأقصى من انتهاكات. وكما ذكرت لك في بداية اللقاء قول جولدا مائير. فنحن نريد أن لا تتكرر مثل هذه المقولة. نريد غضب، نريد الأقصى للصدارة. نعم. في المجتمع العربي. نعم بالضبط. جميل. يعني أنا محمد إذا عندك أي تعليق، وأنا حاب أبدأ منك لأنه من لبنان، يعني في الهامش الحرية معروف للجميع في لبنان، تحكي لنا عن رأيك بالموقف الرسمي العربي. يعني في انتهاكات، في اعتداءات مستمرة، في إغلاق للمسجد الأقصى بأمر صهيوني، استفزاز لمشاعر 1.8 مليار مسلم، وردود الفعل كانت خجولة الرسمية. بدي تحكي لي يعني رأيك في هذا الموضوع، وإذا عندك أي تعليق آخر. نعم. خليني بس علق على موضوع العنوان أو العنوان حرر الخطأ. شوف، في اللغة العربية يوجد شيء اسمه فعل الشرط وجواب الشرط. إن تدرس تنجح، إن تأكل تشبع، إن تشرب ترتوي. هذا طبعا الأمر العقلي.
حرر الخطاب يتحرر القدس مباشرة. مباشرة تمام. العظيم لا يفكر إلا بعظيم، والكبير لا يفكر إلا بكبير. والتاريخ يدون من يعمل لهذه القضية ومن يعمل ضد هذه القضية. التاريخ لا ينسى، يكتب الشرفاء ويكتب الخونة أيضا. لكن الله يمكن أحد الأشخاص يأتي ويقول من نفع من هذه الملتقيات، من نفع من هذا الكلام. الله تبارك وتعالى أمرنا بالجهاد ولم يأمرنا بالنصر، أمرنا بالعمل. قال وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. النبي صلى الله عليه وسلم كان يأمر، كان يعد أصحابه بكنوز كسرى وقيصر، فتح القسطنطينية، فتح بيت المقدس. لكن النبي صلى الله عليه وسلم توفي ولم يشاهد فتح بيت المقدس، وتوفي أبو بكر وجاءت خلافة الصديق الأكبر، وجاء فتح بيت المقدس على يد فاروق الأمة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. دائما الإنسان يفكر في القضايا الكبرى. ليس كل شيء، ما كل ما يتمنى المرء يدركه، تجري الرياح بما لا تشتهي السفن. عندما نقول بأن المسجد الأقصى سوف يتحرر، هو سوف يتحرر بالنسبة لنا كما ذكر في بداية كلامي، هو عقيدة. إن لم يتحرر على أيدينا أو في عمرنا أو في جيلنا، فسوف يتحرر يقينا على يد أبنائنا أو على يد أحفادنا. وهذا إعداد. لذلك أنت ترى أنا يعني نحن في لبنان عندنا المخيمات، تشاهد الرجل الفلسطيني الذي جاوز 80 أو 70 أو وصل إلى 90، بقي وعنده الشعار، ويعني بعض الفعاليات تكون عندنا في لبنان هو شعار العودة، العودة إلى فلسطين. منهم من ظل يعني يحبس مفتاحه في بيته، ومنهم من يعني أخذ شيء من تذكار، لكن بعد هذه العقلية أن أنا هذه الأرض سوف أرجع إليها وسوف أعود إليها. بالنسبة لموضوع الحكومات كما ذكرت، طبعا موقف الحكومات بالنسبة لقضية المسجد الأقصى هو موقف معيب ومخجل وسيء للأسف إلى أقصى الحدود، حتى لدرجة أننا لم نسمع استنكارا من أي دولة بما يحدث للمسجد الأقصى، بل بالعكس الذي فعله المجاهدون المقدسيون من طبعا بين جهاد الدعس الذي يعني دعسوا به الصهاينة، سمعنا استنكارا وتعدي على حقوق الإنسان وعلى حرية الآخر وكيف يفعل وكيف، لكن العين الأخرى لم تشاهد ماذا يفعلون، يمنعون الناس من الصلاة في المسجد الأقصى من الدخول، كيف يهجرون الناس، كيف يعتدون على الأطفال، كيف يوضع آلاف المقدسيين الآن في السجون ولا يحق لأي أحد أن يتكلم. لكن المعركة بإذن الله كما ذكرت، الحرب كما يقول أحد أساتذتنا الكرام فك الله أسره، الحرب أولها كلام وأوسطها سهام وآخرها إحدى الحسنيين، إما نصر وإما استشهاد. لمين هذا الكلام؟ للدكتور المقدسي دكتور صلاح الدين سلطان، فك الله أسره إن شاء الله، ونوجه جميل. له تحية وهو يعني يقبع في أسره وفي سجنه. نعم. في سجون الظالمين. نعم. في مصر ونجله كمان. نعم صحيح. نعم يعني عبد الرحمن، يعني لا شك بأنه هنالك جهود عربية يعني بشكل عام، سواء كانت شعبية، بعض جهود رسمية ربما تكون خجولة، لكن هنالك بعض الجهود التي تتفاوت من دولة أخرى. احنا حابين نعرف فيك يعني حجم العمل المقدسي إنجاز التعبير في الكويت على سبيل المثال، وحضرتك يعني رئيس للمنطقة في الكويت، ما الذي يقوم به الشباب في الكويت لخدمة القضية الفلسطينية من جهود سواء ميدانية إعلامية ثقافية توعوية غير ذلك؟ نعم جزاك الله خير. بس ملاحظة طبعا. ما شاء الله ذكرت كثيرا الجهود العربية، الجهود العربية حقيقة لا ننسى الجهود الأوروبية أو الأجنبية أو الماليزية، جهود الأحرار، جهود نقول أحرار أو الجهود الإنسانية. إنسانية نعم. يعني من الأعمال التي يعني إلى الآن لم تظهر بالإعلام بشكل كبير جدا هي حركة مقاطعة المنتجات الصهيونية، BDS مثلا. انتفض أول من انتفض لها الأوروبيون، وحققت خسائر بشكل كبير للكيان الغاصب في الخارج. فأنت لما تحقق له خسائر في مصانعه، في متاجره، في محلاته في الخارج، فهو يضعف من الداخل جدا. المقاطعة أثرت عليه حتى سياسيا، أصبح عليه حكر اقتصادي في عدة مناطق في أوروبا وفي أمريكا، وأيضا أتى عندنا يعني يزحف قليلا في الدول العربية، يعني في مثلا في هذا الجانب. فأنت تقول مثلا يتفاوت، نعم العمل يتفاوت
في أوروبا وأمريكا عندهم جانب المقاطعة بشكل كبير جدا. صحيح. حتى يخرجون الأوروبيون نفسهم إلى المتاجر ويحمل معاه لافتة، إذا اشتريت هذا المنتج تقتل به إنسان. جميل. فلما يجي أي واحد أخذ هذا المنتج، لا ليش؟ فأخذ غيره، فيغيروا كذا. فهم في ناحية المقاطعة وكذا بذلوا جهد وقطعوا شوط كبير. إحنا عندنا نقول العمل في الكويت لله الحمد القضية الفلسطينية عندنا متأصلة من احتلال فلسطين إلى يومنا هذا، وكثير من الحركات حركات المقاومة أنشئت وولدت في الكويت لله الحمد والمنة. العمل عندنا يظل مقل، لكن نعمل في الجانب الثقافي، نعمل في الجانب الإغاثي في غزة وفي حروب غزة، نعمل في الجانب نقول أيضا عفوا في الجانب التعليمي. بدأنا الآن بخطوة جديدة بوضع أو بإقرار مادة لدراسة المعارف المقدسية أو قضية القدس تكون اختيارية في الجامعة. وأيضا طبقت هاي، هذه الآن مشروع نعمل جميل. فيه وقريبا إن شاء الله يعني تتم موافقة عليه يا خالص، وماشيين في الإجراءات نقول الروتينية. فهذا أول مرة نعلن عنه الآن. وأيضا في المناهج الدراسية نعيد مرة أخرى صياغة القضية بصورة جديدة في المناهج الدراسية. هذا شيء مهم لما أنت تبدأ تعطي الجيل كيف يفهم القضية. جميل. ما هي فلسطين؟ ما هو المسجد الأقصى؟ يعني ما هو بالنسبة لنا المسجد الأقصى؟ بالنسبة لنا ليس كأي مسجد لما نسمع في الأخبار هدم مسجد في الدولة الفلانية أو في الدولة الفلانية. لا، بلا شك هو مؤلم جدا، هو بيت من بيوت الله، لكن هذا مصر الرسول عليه الصلاة والسلام. أما المسجد الأقصى فهو مثل ما تفضلت يعني هو ثالث أحد المساجد، أحد الثلاث مساجد التي تشد إليها الرحال، هو مسرى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومثل ما تفضل أخوي عبد الله هو بوصلة، وبالأصح هو مرآة للأمة. لو قرأنا التاريخ ورجعنا له، يعني هذه إضافة على أخوي عبد الله، لو رجعنا التاريخ لرأينا أن متى ما كان عباد الله سبحانه وتعالى قريبين من الله سبحانه وتعالى متوحدين عليه كان المسجد الأقصى تحت حكمهم. ومتى ما افترقوا تكمل الأحكام محمد يمكن بالبداية. أيوة، يعني عود إلى الله تعود إلى القدس ثم تحكم العالم، يعني هي كلها منظومة واحدة. ومتى ما افترقنا انتزع الله سبحانه وتعالى المسجد الأقصى، لا ينتزع البيت الحرام كما تفضل، بيت الحرام بيت الأمن، ينتزع المسجد الأقصى حتى نرجع مرة ثانية. جميل جدا، جميل. نعم عبد الله، يعني أيضا إذا عندك إضافة، ويعني صراحة يعني المعلومات عن المجتمع السعودي يمكن مش كثير معروفة للناس، تحكينا يعني الشباب في السعودية شو الجهود اللي بيبذلوها من أجل القدس، من أجل الأقصى؟ يعني مثلا لما يصير في انتهاك، لما تم إغلاق المسجد الأقصى، شو كان رد فعل الشباب لما كنت تلتقي معهم في مكان العمل، في السوق، في أي مكان؟ يعني شو كان رد فعل الشباب السعودي، وشو الجهود المنظمة اللي تقام في السعودية؟ نعم، بالنسبة هناك قضية أيضا ساخنة المفترض كان نتكلم عنها من الجديد في هذا الملتقى، ومما هو من دواعي إقامة هذا الملتقى. عندنا مناهضة التطبيع. التطبيع عندنا بدأ يغزو العالم العربي والخليجي بشكل خاص. بدأ هناك من يسوق مثلا للسفر للقدس مثلا بتنسيق وكذا، وهو طبعا لا شك أنه تطبيع مع الكيان الصهيوني. فيها خلاف هاي بالخليج ولا متفق انها تطبيع؟ لانه في بعض الدول، يعني حتى عندنا في الاردن الناس بتبرر تحكي هذا فيه دعم من المقدسيين. نعم. يعني صدرت فتاوى بتطبيعه. نعم. هل هو خلافي ولا واضح انه تطبيع في السعوديه مثلا؟ لا شك ان خلينا نقول في الخليج عموما قضيه في النخب يرفضونها تماما. لكنهم لا ياتون للنخب، يعني من يسوق لهذا الامر لا ياتي للنخب، هو ياتي لبعض المغرر بهم ويمكن ضعف المعلومة هي اللي صدق لبعض صدق المواطن. صدق. نعم. وبعض أيضا من هو يعني خلنا نقول مستفيد ماديا مثلا من هذه القضية، مسؤول شركة سياحة وسفر، فهو مستفيد من هذه القضية. فإما أن يكون جاهل، وإما أن يكون يريد كسب مالي وهو كسب حرام سحت. فمن دواعي هذه إقامة هذا الملتقى تثبيت القضية الفلسطينية، وهي قضية إسلامية بالدرجة الأولى، ليست قضية فلسطينية أو أردنية بشكل خاص، بل هي قضية إسلامية محضة، هي في هذا الملتقى يجب تثبيتها بشكل أكبر. في السعودية لما ذكرت لي جهود الشباب السعودي، هناك جهود، هناك نشر الثقافة المقدسية، لا شك أن هناك خلل
هناك جهد مقل، لكن من هذا الملتقى ومن ملتقيات أخرى نحن نشحذ الهمم، نحن نستزيد ثقافة حتى ننقل إلى مجتمعنا ما هو مفيد وما هو يبين لهم المعلومة الصحيحة. الثقافة المقدسية تحتاج إلى زيادة وعي، زيادة مناصرين. البعض من كما ذكرت لك، البعض من الشباب انغمس في الماديات إلى آخره، لكن نحن من خلال برامجنا إن شاء الله في السعودية نعمل على نشر الثقافة المقدسية من خلال برامج، نسأل الله عز وجل أن تكون يعني في مخلصة لوجهه الكريم. جميل جدا. يعني هنا أيضا محمد جهود في لبنان، احنا عارفين لبنان مشغلين لسه ما عندكم رئيس يمكن لغاية الآن، مشغلين بمعارك سياسية داخلية، لكن ما هي مكانة القدس الآن؟ هل هنالك من عمل في داخل أوساط المجتمع المدني اللبناني فيما يتعلق بقضايا القدس والمسجد الأقصى؟ نعم، في لبنان رابطة شباب لأجل القدس في لبنان عندها العديد من الفعاليات. من ضمن الفعاليات التي أنجزت، وهذه طبعا على البعد الاستراتيجي خلينا نسميها، هو دورة سفراء القدس. دورة سفراء القدس هي عبارة عن منهجية كما تفضل أخي وحبيب عبد الرحمن، يعني كيف المدارس، لكن خلينا نقول مثل دورة، لكن دورة عبارة عن 10 دور، دورة متكاملة منقسمة إلى 10 حلقات، 10 حلقات كل مرة تكون بموضوع محدد، منه ما هو ثقافي، منه ما هو عقائدي، منه ما هو تاريخي، منه ما هو سياسي والبعد السياسي لهذه القضية. طبعا أنجزت 2 في محافظتي طرابلس وبيروت، وهذه طبعا شهادة يأخذها المشارك، موقعة من مفتي القدس الشيخ الدكتور عكرمة صبري، من رئيس الحركة الإسلامية الشيخ رائد صلاح، من منسق الرابطة، منسق الرابطة، بالإضافة إلى قضية المسؤول عن قنيسة القيامة، يعني أيضا لأنه قضية القدس أو قضية بيت المقدس إسلامية مسيحية، فيها المسجد الأقصى، فيها كنيسة القيامة، بيت لحم وإلى ما هنالك، بالإضافة إلى قضية المشاركة في معارض الكتب الدولية أيضا، بعض الاحتفالات ذكرى إحراق المسجد الأقصى وإلى ما هنالك. يعني هذا بالعموم تقريبا. جميل. يعني هنا عبد الرحمن بنحكي عن، يعني حكينا عن دور شعبي عربي الشباب، ايضا الدور الرسمي العربي، المجتمع الدولي، يعني احنا نسمع قوانين دوليه، مجالس حقوق انسان، كل مجلس امن وامم متحده وجمعيه عامه وقرارات دوليه تؤكد على ان القدس هي ارض محتله، لكن مش شايفين شيء على ارض الواقع. ما بعرف يعني ايش رايك بشكل عام بموقف المجتمع الدولي، مجلس الامن، القوى العظمى خلينا نحكي، وكذلك كيف ممكن يكون في تاثير على هذه القوى او ايصال رسائل، كما نريد ان نوصل رسائل هنا في الداخل، كذلك كيف ممكن نوصل رسائل عن ما يجري من انتهاكات لكل قيم وحقوق الانسان في فلسطين. نعم، بالنسبة لمجلس الأمن رأيي الشخصي سيء جدا بما نراه لو قسناها على قضية إنسانية. أنا أخي ينال، أنا أحد المشاركين في أسطول الحرية في سنة 2010، خرج معانا أكثر من 35 دولة في سفينة واحدة، 570 مشارك في سفينة واحدة. حركة العالم، تحرك العالم في ذاك الوقت، وانتفض يعني انتفضت الشعوب، أكثر من 70% من العالم متحضر المشاهد، هذا كما قالته صحف أو إذاعات نقول الأوروبية، أن أكثر من 70% من العالم التفت إلى غزة وإلى ما انتهك لها يعني. ولكن أنا أتكلم الآن عن شعوبها، نرى في المقابل مجلس الأمن ونقول المجلس الدولي إلى الآن لم يحل قضية غزة التي انتفض لها الشعوب بكثرة في ذاك الوقت. صحيح. فكيف سيتحرك الآن إلى قضية القدس التي لم إلى الآن لم تلقى في التحرك في مثل ذاك الوقت؟ يعني أنا شهدت التحرك وكنت أحد المشاركين، وعندما عدنا من أسطول الحرية يعني رأينا ما شاء الله التفاعل كثير، حتى استبشرنا أن التحرير بات قريبا، يعني الناس كلها انتفضت، حتى الأوروبيين انتفضوا إنسانيا، لأن الانتهاك أصبح إنساني على يعني على حقوق إنسان، على حقوق الأطفال، على حقوق النساء. هذا شيء مرفوض عند الغرب حقيقة. أيضا نرجع مرة ثانية إلى دورنا نحن نحو المجلس الأمن،
ممثلين في المجلس الأعلى مقصرين سواء في عفوا الجانب القانوني أو في الجانب السياسي. يعني إحنا للآن ما عندنا نظرة شاملة قانونية لما يحصل في القدس والانتهاكات القانونية التي ممكن أن نستطيع أن نتحرك عليها من خلال قانون مجلس الأمن أو قانون دولي أو حتى القانون الداخلي الفلسطيني الذي يعني غير عند الكيان. فنحن شوي مغيبين أو في قصور من هذه الناحية، الناحية القانونية أيضا. يعني الآن نتكلم في هذا المنطقة أيضا إلى أخواننا المحامين والقانونيين، نرجو إعداد ورقة عمل في هذا الشأن. أيضا السياسيين في جانب السياسة، موضع القدس سياسيا في القوانين الدولية أو في الأعراف السياسية، كيف ممكن نتحرك بشكل سياسي؟ أيضا هذا التوجه نحن مقلين فيه وهو قليل حقيقة، سواء من جانبنا أو من الجانب الدولي. هذا نعم جميل. يعني هنا عبد الله إذا عندك أيضا أي تعليق، و لو تحكينا أبرز العقبات اللي بتواجهوها. يعني أنتوا يعني من الشباب المقدسيين باعتبار، حتى لو لم تكونوا من المنشأ مقدسيين ولكنها القدسية في القلب، وبالتالي المقدسي من كانت القدس في قلبه وليس هو من كان فيها. يعني أبرز المعوقات اللي بتلاحظها سواء على مستوى الشعبي أو الرسمي، يعني ردود الفعل السلبية اللي بتكون من الناس عندما تخاطبهم عن هذا الملف وعن هذه القضية، وكذلك ردود الفعل السلبية من قبل يعني إذا كانت موجودة على المستوى الرسمي أيضا. نعم، أولا أستاذي ينال أنا ودي أعلق على كلام الأخ عبد الرحمن قبل قليل في يعني تجاوب المجلس الدولي نحو قضية فلسطين. العجيب جدا أن قبل يمكن 3 أسابيع السويد تعترف بدولة فلسطين، يعني هذا عجيبة هذه، يعني دولة فلسطين للتو يعترفون بها دولة السويد. وعلى فكرة الكنيسة الإسرائيلية الكنيسة نعم تعارض هذا الأمر يعني تستنكره. نعم. فهذا يدل على فهذا يدل على تحجيم القضية وكيف أن صار القضية يعني حتى لا يعترف بها أصلا، وكل ما يحدث في فلسطين هذا مبرر. فهو بالفعل المجلس الدولي لا نعول عليه أمرنا، ما نعول عليه، الله عز وجل يقول عبادا لنا. فالقضية قضية التحرير وقضية فلسطين ليست يعني نعول عليها على الجانب الدولي، ولكن مع ذلك قضية فلسطين قضية ناجحة لو كانت يعني تحمل على محمل الجد، ولكنها للأسف كما يقال هي قضية ناجحة بيد محامي فاشل، بل يمكن متآمر حتى، يعني أعظم من فاشل قد يكون بيد محامي متآمر. نعم نعم. بالنسبة لقضية العقبات لما ذكرت لي حقيقة بعد يعني طول الأمد للبعض اللي يعتبره طول الأمد يعني قضية الاحتلال، البعض بدأ يؤمن بقضية التحايش، يعني خلاص نحل الدولتين كما يقال، يعني عملية سلام وكذا. وطبعا نحن لا نؤمن بهذا إطلاقا، والمؤمنين بهذه القضية لا شك قلة، لكن ينبغي أن يكون على أولى أولوياتنا توضيح هذه القضية، أن قضية فلسطين هي قضية إسلامية بامتياز، لا تقبل النقاش ولا تقبل أي حل غير طرد المحتل ورجوع الفلسطينيين كل الفلسطينيين إلى أرض فلسطين. جميل. إن شاء الله. يعني بصراحة مثلا على سبيل المثال بالمساجد في خطب الجمعة في السعودية، ونعرف يمكن يعني عشرات آلاف المساجد في السعودية، هل تلحظ أنه موضوع القدس هو موضوع من المواضيع اللي تطرح في خطب الجمعة مثلا في السعودية؟ لا شك ولا ريب. وهناك بعض الخطباء من يستزيد بي شخصيا يوصيني أني أوصل لها الرسائل الإخبارية أولا بأول حتى يخطب بها الجمعة. هناك تقصير؟ لا شك هناك تقصير، فلسطين تستحق الأكثر. صحيح. من ذلك. جميل. محمد، يعني معروف بلبنان مجتمع مدني نشط، يعني على مستوى الوطن العربي عندكم مجتمع مؤسسات مجتمع مدني نشطة، يعني هل من جهود على المستوى الدولي؟ يعني معروف أن إسرائيل موقع على اتفاقيات عديدة لحقوق الإنسان وتناقش هذه الاتفاقيات أمام المجتمع الدولي، لكن هل من يعني وجود للمؤسسات المجتمع المدني اللبنانية في التواجد في هذه المحافل الدولية؟ إحنا نوسع دائرة الإطار من خلال التوعية المحلية، أيضا نحرر الخطى حتى على المستوى العالمي. وتحكي لي برضو عن رأيك يعني المجتمع الدولي بموقفه من القضية الفلسطينية. بدك رأيي؟ يا ريت. شوف أخي الكريم، لا يفل الحديد إلا الحديد. كل
يعني الأوراق التي قدمت إلى الأمم المتحدة أو عن طريق اليونسكو أو الأسكو أو إلى ما هنالك كلها لن تجدي نفعا. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لهدم الكعبة أهون عند الله من إراقة دم امرئ مسلم. متفقين؟ تمام متفقين. طيب إذا كان المجتمع الدولي لم يتحرك في ميانمار التي يحرق المسلمون فيها، إذا كان المجتمع الدولي لم يتحرك ل 150 ألف شهيد في سوريا، إذا كان المجتمع الدولي لم يتحرك لأكثر من 6000 شهيد في رابعة وميدان النهضة في مصر في يوم واحد، وأكثر من يعني آلاف عشرات آلاف الأسرى، إذا كان المجتمع الدولي لم يتحرك إلى القضية العادلة التي هي قضية غزة رمز العزة التي يعتدى عليها والتي هي محاصرة من أكثر من 8 أو 10 سنوات، يعني ما تتوقع من المجتمع الدولي أن يفعل لك أمام المسجد الأقصى؟ شو الحل إذن؟ الحل ما المطلوب؟ هو الذي قاله أخي عبد الله عبادا لنا ولبأس شديد. نحن على يقين بأن المسجد الأقصى سيتحرر وفلسطين كلها ستتحرر، لكن ويسألونك متى هو؟ قل عسى أن يكون قريبا. نحن ما علينا إلا أن نعد العدة ونأخذ بالأسباب ونتكل على رب الأرباب، وكما قال أخي عبد الرحمن أن نأخذ بكل الأسباب القانونية والسياسية والشعبية وإلى ما هنالك. وتذكرت الآن هو يتكلم يعني عن مجلس الأمن، تذكرت أحد الشعراء عندما قال يا مجلس الأمن المخيف إلى متى تبقى لتجار الحروب رهينة، إلى متى ترضى بسلب حقوقنا منا وتطلبنا ولا تعطينا، لعبت بك الدول الكبار فصرت في ميدانهن اللاعب الميمونة، شكرا لمجلس الأمن لقد نبهت غافل قومنا وجعلت شك الواهنين يقينا، شكرا يا مجلسا غدا في جسم عالمنا مرضا خبيثا يشبه الطاعون، يا مجلس الأمن انتظر إسلامنا سيريك ميزان الهدى ويرينا، ولا أريد أن أكمل بعدها ممكن فيها شرجع بعد. طيب تمام، بدنا نريح هيك ناخذ تقرير عن الملتقى عن مجريات أعمال الملتقى وثم نعود لي يعني الختام بآخر محاورنا في هذه في هذا اللقاء الخاص، تقرير أعده فريق قناة اليرموك عن ملتقى القدس الشبابي والذي عقد في البحر الميت وما زال يعني بكرة يمكن آخر يوم، مش هيك اتفقنا؟ بكرة آخر يوم، نشاهد ونتابع هذا التقرير. انطلقت في فندق ريجنسي فعاليات حفل افتتاح مؤتمر الشباب المقدسي حرر خطواتك تحرر القدس، والذي يعقد برعاية نقابة المهندسين ولجنة شباب من أجل القدس في منطقة البحر الميت. المؤتمر الذي يشارك به عدد من الشخصيات والمتخصصين بالشأن المقدسي يجتمع فيه الشبان من كافة الدول ليشكلوا نواة عمل تخدم القضية المقدسية وتزيد من الوعي الشعبي والإسلامي والعربي بها. يعني هذا المهرجان ملتقى القدس الشبابي يركز على الشباب من مختلف الدول العربية والدول الإسلامية بالتعاون ما بين نقابة المهندسين الممثلة لجنة المهندسين لجنة فلسطين والقدس ورابطة شباب لأجل القدس ومقرها الكويت وتضم مختلف الدول العربية والإسلامية، وسوف يركز على مواضيع متعلقة بكيف ينهض الشباب للدفاع عن المسجد الأقصى والقدس وكيف نفعل كل الروابط من أجل هذا الهدف. المتحدثون بالاحتفال أكدوا بأن القدس هي القضية الأولى والكبرى، وبناء على ما يجري فيها يتأثر العالم بأسره. الشباب لهم الدور المركزي، جهودهم التي يعيقها حصار القدس وأهلها لا تتوقف، وهم عماد كل عمل بحسب المتحدثين. أعظم ما في هذه المؤتمر أنها تبقي شعلة الفكرة والقضية متقدة في داخل نفوس الناس، والرسالة الأجمل منها وأعظم أن ذاك الصهيوني المجرم لن تهنى له عين ولن ينام بإذن الله حينما يرى هؤلاء الشباب الذين راهن هو منذ عشرات السنين مع كثير من الخون في العالم على أنهم سينسوا قضيتهم هي قضية القدس والأقصى والتي عبرها يتقربون بها إلى ربهم لن تهنى له بال، فهذا أعظم ما في رسالة هذا المؤتمر، أسأل الله أن يوفق القائمين عليه. المؤتمر الذي يشارك به عشرات الشبان من كافة الدول يؤكد على مركزية القدس ومدى أهميتها بالنسبة للمشاركين كعرب ومسلمين، وما سينتج عنه من مشاريع سيكون قيد التنفيذ مباشرة ليكون المؤتمر انطلاقة دعم قوي للقدس وأهلها
والمميز فيه عنصر الشباب. إيجاد خطط استراتيجية ومنهجيات جديدة في تطوير العمل التطوعي من أجل التميز والأصالة واستثمار المشاريع والتسويق لها لصالح القدس. ثقافة مقدسية تواجه التحديات الكبيرة، وأعمال على بساطتها تحاول غرس الصحيح في عقول وأذهان الأجيال القادمة. ميادين العمل مختلفة، فمنها الشارع الذي لم يتوقف، ومنها الميادين الإلكترونية، والشباب هم المحرك الأساس لها، لتبقى القدس حاضرة العالم وحاضرة القلوب وحاضرة العقول، وكما وصفوها بمهو الأفئدة، الجميع يتشوق يوما لزيارتها. مصعب الأشقر، قناة اليرموك. الشكر إذن لزميلنا مصعب على هذا التقرير. يمكن حاولنا نوجز أبرز مجريات الملتقى فيه. يعني عبد الرحمن، لما نشوف إحنا ردود الفعل من الشباب المقدسي، وإحنا بنحكي عن الشباب، يعني شفنا العديد من الشباب اللي عندهم طموحات مثلهم مثل أي شاب عربي فيما يتعلق بالدراسة، بالعمل، بالزواج، يكون عنده أولاد وأسرة وغيره، ولكنه آثر إلا وأن يعني يضحي بكل ذلك وأن يقوم بعملية استشهادية، يعني على الأقل يثأر لكرامته ولكرامة مسرى النبي عليه الصلاة والسلام. شو يعني كيف بتشوف هؤلاء الشباب، شباب المقدسيين اللي الآن في تنظيم داعس، يعني تنظيم داء وطاعن كمان، يعني عادة حرب السكاكين من جديد إلى القدس وإلى فلسطين، رأيك بهؤلاء الشباب اللي ضحوا بكل أحلامهم يعني في الحياة وآثروا إلا وأن يقدموا أرواحهم رخيصة في سبيل الله؟ حقيقة هؤلاء الشباب هم يعني لا نستطيع أن نقول إلا أن نكون لهم كل لهم تحية إجلال وإكبار، وهم يعني حقيقة يعني مثل ما بيقولوا رأس الحربة، وجعلونا صغارا بأفعالهم. هذا يعطينا دافع لعمل شيء أكبر جدا، عمل كبير وعمل يعني يتواكب مع الحدث الذي هم بدأوه. فما يجب أهل نقول الحصار بدأوا بعمل شديد ونحن لازلنا نتخطى، يعني كما الطفل الصغير يخطو بخطوات نقول صراحة محرجة. أنا يعني أدعو الشباب إن قلنا الإسلامي، لا أحدد العربي، لأن المسجد الأقصى للمسلمين جميعا. فأدعو أولا الشباب الإسلامي إلى إعادة النظر في قضية المسجد الأقصى والقدس وفلسطين. يجب أن يعيد النظر في هذا، يجب أن يعيد أولوياته. يعني إن لم تكن القدس من أولوياتك يجب أن تكون من الأولويات، إذا ما كانت هي أول قضية الأولويات. فيجب أن تكون، يجب أن تكون الأولويات، لأنها دين وعقيدة، كما قال رحمة الله عليه عز الدين القسام: إنما الأقصى عقيدة. يعني الأقصى كما قلنا ليس كأي مسجد من مساجد. يجب أن يكون العمل بشكل أكبر من السابق، ما يجب أن يكون عملنا كما السابق. يعني في مثلا كمثال في هذه السنة أنا كتبت عن المسجد الأقصى كتاب مثلا، وتبرعت ب10 دنانير مثلا كمثال، كقول كذا. في هذه السنة يجب أن أكتب على الأقل ما بين 3 كتب وعدة مقالات، وأنشر عدة أن أكون على مستوى ما يقدم من تضحيات على مستوى الحدث. على مستوى الحدث، وإذا كنت أتبرع في السنة 10 دنانير أتبرع الآن ب50 أو 60. يجب أن يتضاعف الجهد. ويتضاعف العمل. تثبيت المقدسيين ايضا يعني هو واجب مهم جدا، يعني المرابطين في الداخل من خلال هذا الدعم، على الاقل يعني اللي مش قادر او ما عنده وسيله معينه يخدم فيها، على الاقل التبرع هو يثبت المقدسيين. سبقتني في هذا حقيقه، اللي هو دعم اخواننا. يعني اذا انت لا تستطيع العمل في مكانك، في بجهدك بكذا، لكن كما يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من خلف غازيا فقد غزا. ادعم اخواننا المقدسيين. نعم، جميل. عبد الله، يعني هذا الملتقى بكره راح ينتهي، ماذا بعد الملتقى؟ يعني ما هي التوجهات التي ستقومون بها للاستمرار؟ يعني القدس مش راح تنتهي بعد بكره، يعني هي القضيه ما زالت مستمره. شو التوقعات انه للاعمال التي راح تقوموا فيها؟ والان ايضا الشباب اللي بيتابعوا في كل الدول، يعني كيف ممكن يخدموا معكم ايضا ويؤازروكم ويدعموكم؟ الان اذا في شباب من السعوديه ايضا يتابعون، كيف ممكن يلتقوا معك ويواصلوا هذه الجهود، وكذلك في لبنان او الكويت وباقي الاقطار؟ نعم، اولا نحن نتكلم، لما تحدث الاخ عبد الرحمن عن المقدسيين، الامانه نحن نراهن على الشباب المقدسي.
الشباب المقدسي خرج بإطار جديد للصراع ما بين ما بيننا وبين الصهاينة. قلب الموازين كلها كما ذكرت تنظيم داعس وطاعن وغيره. فالأمانة نحن نراهن على الشباب المقدسي. الشباب المقدسي قلب الموازين عند الصهاينة. كانوا يربون يعني يدرسون أولادهم ويعني يحاولون أن يعني يحجموا قضية فلسطين بالنسبة للفلسطينيين. كانوا يظنون أننا يمكن أن ننسى أو نتناسى هذه القضية، لكن هذه القضية تأبى النسيان. هذه القضية قضية حساسة ومهمة جدا، ولذلك نحن نراهن على الشباب المقدسي. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالشباب ونصرت بالرعب. هذين الأمرين تحقق في شباب المقدسي اللي صحيح. اليوم حقيقة الشباب من يرعب المجتمع الصهيوني بالفعل. ويمكن شاهدنا بعض الصور لبعض الصهاينة يختبئ خلف موقف الحافلات في خوف من الدعس. نعم، خايف من الدعس تماما. فهذا الأمر، هذا ما نرجوه وما نطلبه وما نشد على أيدي إخواننا المرابطين والمرابطات في المسجد الأقصى المبارك. نسأل الله عز وجل أن يقوي عزائمهم إن شاء الله تعالى. هنا يعني محمد، أنا بدي إذا عندك أي تعليق، ولكن أيضا يعني بدي أيضا نسمع منك تعليق عن المقاومة التي تقوم بكل هذه يعني الأعمال، سواء عمليات فدائية واستشهادية في القدس، وكذلك المصدر الأساسي والينبوع في قطاع غزة. وشاهدنا يمكن أبو عبيدة قبل أيام، بعرف إذا صح لكم تشوفوا خطابه، اللي يعني مراسلين في القدس حكوا أن المواجهات اليوم كانت خفيفة لأنه الكل ملتهي بده يتابع خطاب أبو عبيدة. وأنتم عندكم ازدواجية، ما بنحكي عن مفهوم المقاومة في بعض الفصائل في لبنان اللي ربما تاجروا في هذا الموضوع، نتحدث عن المقاومة في فلسطين في الداخل. نعم. بالنسبة لموضوع يعني ذكرت موضوع الجهاد وبيت المقدس، طبعا فعلا هو الرهان على الداخل وليس على الخارج. أهل الخارج يدعمون، أهل الخارج يساندون في كل ما أوتوا من قوة، لكن بالله عليك لو حكام العرب والمسلمون وكل الدول فتحت حدودها، كم تتخيل بأن المسجد الأقصى يأخذ مع هذه الشعوب؟ قديش بده وقت؟ يوم؟ يومين؟ بكل بساطة. لكن أنا أختلف معك، أنت عم بتحكي الشباب، أنا أختلف معك للأمانة. أنا أقول لك الأطفال. البارحة شاهدت طفل لا يتجاوز 7 سنوات في باحات المسجد الأقصى عندما فتحه الصهاينة لكي يصلي المقدسيون فيه، وامتلأ عن بكرة أبيه. وجدت طفلا لا يتجاوز 7 سنوات يحمل صاروخا صغيرا، ومكتوب طبعا على الصاروخ G80، يعني جعبر 80. أنا أقول لليهود: ليس الشباب الذين يريدون أن يقتلوكم، الأطفال تريد أن تقتلكم، أن تسحب أرواحكم. الشاب هذا يعتبر أمر طبيعي، أو الرجل أو المرأة، لكن أن يكون طفل يحمل ويقول. كلنا سمعنا البارحة أيضا في ساحات وبوابات المسجد الأقصى كل المصلين تنادي على القائد العام لكتائب الشهيد عز الدين القسام محمد الضيف، تنادي عليه بموضوع التحرير وأسر الجنود وإلى ما هنالك. هذا طبعا امبارح سمعته على قناة الجزيرة وكل الإذاعات تذكرته. القوة الرابعة في العالم اللي هي الصهيونية أو إسرائيل هزمت، ما عاش فيه. أكبر قوة تحت شعار الجيش بين قوسين، الجيش الذي لا يقهر أو الجيش الذي لا يهزم، هذا صار قديما. عندما نتكلم عن الجيش الذي لا يقهر، أقوى قوة رابعة على مستوى العالم قهرت أمام مجموعة فئة قليلة محاصرة مظلومة مضطهدة جويا وبحريا وبريا، معبر رفح ولا إن كان من البحر ولا إن كان من السماء. عندما نتكلم عن أهل غزة الذين سطروا أروع ملاحم البطولة ومرغوا أنف العدو بالتراب، يعني هذه ما عادش في، خلاص يعني انتهت. لذلك جميل. نحن عم نتكلم الآن كما يقول الإخوة في فلسطين عن معركة التحرير، المعركة القادمة معركة التحرير. هذه ما بشرت بها المقاومة طبعًا. إن شاء الله. يعني إحنا يمكن حلقتنا شرفت على الانتهاء. أنا أريد أن أعطيكم يعني كلمات هيك أخيرة بشكل سريع، الرسائل الرئيسية التي تود بأن توجهوها إلى الشباب وإلى مختلف باقي الفئات. نبدأ معك عبد الرحمن. جزاك الله خير. حقيقة دائما الختام هو أصعب شيء.
أولا نشكر حقيقة حكومة الأردن وشعبا ونقابة والنقابات والجمعيات على العمل لأجل القدس نقول متواصل، ونطلب منهم المزيد ونشد على أيديهم، بما أن يعني كما هو معروف أن الأردن هي الوصية على المسجد الأقصى، فنحن نذكرها أو يعني نشد على يديها في هذا. كما نرسل حقيقة مثل ما تفضلت رسائل، يعني أنا عندي ثلاث رسائل سريعة. رسالة الأولى للشعوب، على مر التاريخ لم يحرر المسجد الأقصى بعد احتلاله إلا من الخارج، فدور التحرير على الشعوب الخارجية ليست على الداخل. فكما قال الشاعر يوسف العظم: يا سورة الأنفال من لي بها، قدسية الآيات تستنفر الناس اللي برا. جندا يذوق العذب، يذوق الموت عذب المنى، كالصبح عن إيمانه يسفر. هذه للشعوب. أما الحكومات أيضا يعني مشكورة بالعمل لقضية فلسطين ككل، يعني ندعوكم لحقيقة العمل جاد، لا نقول كلام، نريد أعمال وأفعال، ووافقوا الشعوب وواكبوها في هذا، وإلا يعني ستفقد السيطرة في تقدم الشعوب للمسجد الأقصى، لأن بدأت الناس خلاص مثل ما يقولون الطق. الرسالة الأخيرة إلى نقول هي للصهاينة، نبشر الصهاينة بالفتح القريب، يعني إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا، لا نقوله والله لا أقولها استبشارا وتفاؤلا فقط، الواقع يرينا أن الفتح قريب جدا 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 إن شاء الله، وهو أقرب من يعني أن يكمل واحد منا شهادة الدكتوراه. جزاك الله خير. هذا إذا كان ماجستير بس. نعم. طيب عبد الله كيف أخيرا؟ حقيقة نحن نحتاج إلى رسم خطة، كل واحد منا يرسم خطة نحو تحرير بيت المقدس. حرر خطاك، اعمل، اجتهد. نحتاج مقاومة، نحتاج مقاومة حقيقية، ليست مقاومة فقط عسكرية، نعم، وإن كانت هي من أهم أنواع المقاومة، لكن نحتاج مقاومة سياسية وقانونية فكرية. وهذه مهمة جدا. نحتاج مقاومة فكرية وثقافية، نحتاج مقاومة إعلامية. صدقني الإعلام الصهيوني مرتعب جدا مما يحدث. برنامج التواصل الاجتماعي الإنستغرام أغلق بعض الحسابات لبعض المقدسيين مما خشية ومما ارتعب منه من نشر للصور والفيديوهات التي تهدد الصهاينة تهديدا حقيقيا. فنحن نحتاج المقاومة بكافة أشكالها. جميل. نشد على يد المقاومة أيا كانت. إنه هذه النقطة الأولى. النقطة الأخرى، الشباب المقدسي قدم وما زال يقدم، يحتاج المساندة، يحتاج المساندة بكافة أشكالها، منا كشعوب ومنا كحكومات وإلى آخره، يحتاج المساندة والدعم. الشاب المعذرة، المقدسيين على مستوى معيشي متعب، كيف نريد أن يعمل ويقاوم ويرابط كذلك وهو يحتاج الدعم؟ نعم. يحتاج الدعم بكافة أشكاله. أيضا الشباب العربي والإسلامي، أين نحن من القدس؟ أين نحن من التحرير؟ لابد أن يكون لكل واحد منا مساهمة وعمل. أقل ما يمكن أن نقدمه في هذه المرحلة الاستزادة المعرفية والثقافية في القضية الفلسطينية، لأنها هي البوابة للتحرير إن شاء الله. جميل جدا. محمد نختم معك. ما شاء الله. أربع رسائل سريعة جدا يعني. أول رسالة للشباب، متفائلون طبعا بالشباب، تذكرت قول الشاعر عبد الرحمن العشماوي عندما قال: صبح تنفس بالضياء وأشرق، والصحوة الكبرى تهز البيرقة، وشبيبة الإسلام هذا فيلق في ساحة الأمجاد يتبع فيلقة، وقوافل الإيمان تتخذ المدى دربا، وتصنع في المحيط الزورقة. جميل. هذه رسالة للشباب. الرسالة الثانية، شكرا للأردن حكومة على تسهيلها لموضوع التأشيرات وإقامة الملتقى وحمايته أمنيا واجتماعيا ورعويا، والشكر أيضا للمنظمين نقابة المهندسين الأردنيين بالإضافة لملتقى القدس الثقافي، جزاهم الله خيرا، من لا يشكر الناس لا يشكر الله. الرسالة الثالثة لليهود، سنحارب اليهود فوق الأرض بين الماء في صمت الخنادق، إنا كرهنا الموت لكن في سبيل الله نشعلها حرائق، ستظل أمة الإسلام وإن كرهتم من خير الخلائق. جميل. الرسالة الثالثة ما قبل الأخيرة لأهل القدس،
ثبتكم الله، آواكم الله، نصركم الله. نوجه تحية لشيخ الأقصى الشيخ رائد صلاح، لعالم الأقصى الشيخ الدكتور رائد فتحي، لنائب رئيس الحركة الإسلامية الشيخ كمال الخطيب، للنساء اللواتي يدافعن عن المسجد الأقصى بصدورهن، بأطفالهن، بتربيتهن. يعني وأختم بقول الله تبارك وتعالى: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. لو قال الله تبارك وتعالى فقط يوم يقوم الأشهاد، لم يقل في الحياة الدنيا، أو بأن النصر فقط على الرسل، لم يقل والذين آمنوا، كنا شكينا. لكننا على يقين بأن النصر، إنما النصر صبر ساعة، ومثل ما قولوا أهل غزة: ما تقلقش. جميل. أنا شاكر جدا لكم، تشرفنا بصحبتكم في قناة يرموك وفي الأردن. ضيوف أعزاء، أهلا وسهلا فيكم. عبد الرحمن الفيلكاوي، رئيس رابطة شباب لأجل القدس في الكويت، حياك الله وشكرا جزيلا لمشاركتك. وعبد الله التركي، مشارك أيضا في مؤتمر القدس من المملكة السعودية، حياك الله عبد الله. وأخيرا محمد زهرة، المشارك أيضا في المؤتمر من لبنان، أهلا وسهلا فيك. والشكر موصول لكم مشاهدينا الكرام على حسن المتابعة في هذا اللقاء الخاص. ونختم بحرر خطاك تحرر القدس. في أمان الله.